اوف ايش هاي جاي مع لون السيارة ما شاء الله لاحظوا كيف الكاربون فايبر لونه أزرق البادي كله هيك شوفوا التفاصيل الكربون بكل مكان هاي جي تي 2 ار اس زي ما شفنا بالاردن هاي كاريرا جي تي بس لونها احمر طبعا هاي ما عندي اي فكره شو هي فيكم تحذروا انا ما عندي اي فكره اوف شوف المرايا وين ما شاء الله هاي احلى بور شفتها بحياتي 911 جي تي 1 918 واضح انها special edition حتى تعبي فيها بنزين عليها carbon fiber كل محل هون في intercooler ضخم جوا طبعا هاي نص بترول ونص كهرباء شوفوا ما شاء الله اوه شوفوا هاي ماشي هاي اسطورة الجاغوار هذه اسطورة الجاغوار والله ايام ايام طبعا احنا ما عشناها شوفوا شوفوا هاي الاكس جي 220 شوفوا ايام زمان حتى السيارات الرياضية كان هيك شكل عجالها طبعا جنبها الفورد جي تي كمان هاي شو رايك؟ طبيعي يا اخي هذا عبد الله اخر مرة اشتكى انه ما مرجينا راسه كامل هاي وجهك وراسك وجسمك ما شاء الله عليك حبيبي الله يعطيك العافية طب الزبدة ساعدوني نقنعه يعمل صفحة انستغرام بالكومنت ارجوكم ارجوكم زدقت
شكلها زد 8 صح؟ شوف 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 تشبه الجاكوار من قدام بس اف تايب؟ اف تايب يا البودي البودي اف تايب تحس طبعا بوغاتي هاي الفيرون شفناها قبل شوي الشيرون انتيرير برتقالي هذا موتور البوغاتي 16 سلندر سموه W16 شوفوا ما أضخمه هو نفسه بهاي السيارة هو اللي هلأ ورجيتكم إياه شوفوا كم بوغاتي في هون مع مين وقاعة أنا بوغاتي بعد أنت بوغاتي أنا بوغاتي ما أظن حدا منكم شاف هاي الأستون مارتن أنا أول مرة أشوفها صراحة الفرق بين الأستون مارتن الجديد والقديم بس هاي ما بعرف شو نوعها شكلها غريب شوفوا الدفيوزر كيف شكله والسبويلر عادة السبويلر بغطي كل السيارة هذا أول مرة أشوف زي هيك شوفوا الماتور انتو شايفين العرض ممكن لو جبت لكم إياها من فوق شوفوا العرض كيف تاع العجل الخلفي لامبورغيني ريفنتون احنا بالاردن شفنا الريفنتون بس اللي هو دراجة الريفنتون هاي السيارة في فرق كبير زي ما انتم شايفين هاي اكبر وهاي الاورس سوبرا كان في فيراريز كثير ما قدرت اصورها ما لحقنا بس ان شاء الله يعني هلا بنصور لكم كل السيارات هاي كل اللاند روفرز الموجوده على صف كامل واحد الرينج روفرز الجداد بالطول والقدام بالعرض زي ما انتم شايفين شوفوا هاي ايش هاي ايش هاي من شكلها طفاية حريق طلع ايوه is this the actual oh my god شوف انت الالوان بس شوف هاي اخضر ابيض هاي ازرق وابيض زي كأنه متعمد الحركة شوف يعني هذول كل جداد انتو اكيد عارفينها افنتا دورز اكثر من واحد انتيريور برتقالي اف 16 لوك ات ذات هاي الفور جي تي اللي راحت علينا موجودة هون كمان يعني ما عندهم فور جي تي واحدة عندهم تنتين ما كان عندي وقت في كمان واحدة 4 جي تي مش معقول شوفوا شوفوا هذا عامل حالي بحب السيارات بس ما بيعرف ال 40 تعال تعال عندي ها
هاي الفكتر اللي سمعنا عنها؟ هاي الفكتر سيارة كثير نادرة. واضح انها ربحانة. جائزة. اوف. انتو شايفين العرض ولا مو شايفين؟ كثير عريضة السيارة. يعني قد هاي الشنطة تقريبا 5 أو 6 مرات. شوف المراية كيف جاي. رهيب. Best American. هاي شكلها مش سيارة شارع. هاي كانت تسوي اشي معين هندسي. اوف. ايش هاي؟ هاي مستانج على بادي. شو هاي؟ عن جد شو هاي؟ والله مستانج من جوا ومن ورا. شو هاي يا جماعة؟ What's this? لا بس هاي اسمع عليها الاكزوست على الماستانج يعني مركبين عليها هذا البادي والماستانج بالنص. واضح انه هاي جهة المرسيدس. شوف هاي شفنا زيها بالمعرض اللي بالاردن. وهاي كمان سيارات ملوكية بحت. هاي بسموها بالأردن فوكس وهي فولكس فاجن طبعا. هاي تويوتا. البترول طبعا لازم يكون بالمعرض. خلاص مرة واحدة. شو رأيكم بالهامر 2؟ حلوة صح؟ شوفوا فخمة والله. ستيرينج ويل رهيب. هاي كل سيارات التويوتا ما شاء الله نفس النوع. ممكن كانوا يستخدموهم بالجيش يعني. شوفوا زي ما سووا باللاند روفر كل واحدة لون من نفس الشكل. عندهم نفس الشيء هون. طلعوا نفس السيارة تقريبا 9 ألوان. طلع هايلاند كروزر للي ما بيعرف. هلا حنروح عند الفيراري ونشوف شو عندهم. هذه الفور 430 ومش اي 430 بس المشكلة ما بعرف انطق اسم السيارة. حظلني ساكت. شوف التفاصيل. شوفوا الازرق ما احلاه. اشي من الخيال والله. عندنا مكلارن واحدة بس. بس هاي مش اي مكلارن. شوفوا البادي كامل بالكربون. كامل. كل مكان شوفوا. كربون فايبر كامل. ما شاء الله. هاي 675 LT. يعني هاي الصاروخ تتغلب على الأفنتادور على فكرة. للي مش عارف ومش شايف هاي حلبة كارتينج.
بالكابرس توسع الكابرس مستحيل برو ما تدش من داخل اصلا لك خلصنا خلاص ولا عندك قلب. المهم نشكر الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان. زين جبت الاسم كفو عليك. اكيد عزمنا اليوم وكانت السيارات رهيبه. للي مش شايف سياره عبد الله من قبل هذه السياره هذه اللون ايوه عربي يا فاسق. دقيقه ما كنت ابغى ترمس بالانجليزي بعدين وقفت. هذه بروحه تزيد ثقب الاوزون. هذه بروحه بس متأكد. يس نيو هيو البسة. ايوه يلا يا شباب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. تعيب علي ها تعيب علي بعد. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا مع تيم 0 to 60